مين الست القوية سهى؟ يعني انا بشوف الست القويه زي ما قلتي، مش لازم اللي بتزعق وبتشخط. والست القويه هي الست اللي عندها او يبقى شكلها وحش، يعني يبقى شكلها انا وحش سعيده ان انت موجوده عشان يعني جميله يعني برضه. يعني الست القويه هي الست اللي عندها رؤيه واضحه، عندها اهداف قادره انها تحققها. لما بتتكلم بتتكلم بارقام، لما بتدخل في اي مكان بتعمل فرق في المكان. الست القويه هي اللي عندها استراتيجيه واضحه، الست القويه هي اللي تقدر انها تحرك فريق عمل، هي الست النشيطه اللي ممكن تتواجد في كذا مكان. فيعني انا بشوف انه دايما القوه هي في الانجازات، يعني تحقيق الانجازات، وانه يكون في رؤيه واضحه.